بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ونستأنف مع بيان لي كومبروندر لتعلم اللغة الفرنسية، ولازلنا مع لا لاتر ال. كنا قد وصلنا فيما سبق إلى هاد الفقرة، طبعا ذكرنا لو بير ثم لا بال، ثم في هذه الفقرة سنرى دو. إذا نتكلم عن دو، نتكلم عن دو، نقول مثلا لو بابا دو مينا. إذا نتكلم عن أب يعود لمينا، إذا نتكلم عن دو لو بابا دو مينا. ثم عندنا كلمة سور، ثم عندنا كلمة سور. طبعا كلمة سور المقصود بها فوق، إذا نتكلم عن سور. طبعا سور هي عكس سو، يعني تحت. إذا نقول مثلا لو ستيلو اي sur la table. Le stylo يعني أن القلم أي هو sur فوق la table فوق المائدة. إذن عندنا كلمة sur، ثم عندنا أي. طبعا ذكرنا هذا فيما سبق، est تنطق أي. طبعا هناك مجموعة ألفاظ تنطق أي، ولكن تكتب بطرق متعددة. مثلا كما عندنا هنا عندنا أ إس تي تنطق أي، مثلا أ تي تنطق أي، أ إي تنطق أي، مثلا عندنا هذه تنطق أي، مثلا هذه تنطق أي. لكن على حساب كل كلمة أننا تنوجد فيها كتابات معينة، رغم أن هاد الكتابات تنطق تقريبا بنفس الطريقة، إلى أنه في كل كلمة كلمة سنجد فيها هاد الألفاظ. طبعا هناك مجموعة كلمات تتضمن نفس هاد الصوت، لكن على حساب كل كلمة أن هاد الصوت يكتب بعدة طرق، أن هذا الصوت يكتب بطريقة معينة على حساب كل كلمة. إذن كل كلمة ممكن أنها تتضمن نفس الصوت اللي هو أي، ولكن على حساب كل كلمة أن هذا الصوت يكتب بطريقة معينة. إذن كما ذكرنا الآن بأن دو تنستعملها ملي تنبغي نقولوا بأن هذه تعود لهذا، طبعا نستعمل هنا دو. ثم عندنا سور، ثم عندنا كلمة سور تعني فوق، ثم عندنا أي، هذه تعود إلى فعل أتر، فيما تنشوفو هاد أي تنعرفو بأن هذا لو فيرب أتر مصرف في البريزون، طبعا أتر نقول جو سوي، نقول جو سوي يعني أنا، جو سوي مالاد، أنا مريض، جو سوي فاتيغي، أنا متعب، إلى غير ذلك. ثم عندنا تي، طبعا هذه أيضا تنطق أي، تي، إذن هذه تنطق أي، طبعا عندنا هنا إس، إذن هذه تنطق أي، تي. إذا عندنا جو سوي أنا، تي أنت أو أنتي، تي مثلا غران أنت كبير، تي غران أنت كبير، إذا نستعمل هاد أي. ثم عندنا إيل أي، هذه اللي عندنا إلي، طبعا عندنا أستي أو نقول إلي،
أو هي، إذن هو أو هي. إذن نقول مثلا إلي أ ليكول، هو في المدرسة. إلي أ ليكول، هو في المدرسة. إلي أ ليكول مثلا، إذن هي في المدرسة. إذن عندنا جو سوي، تي، إلي، أو بيان إلي. إذن طبعا هذا إتر، نقول جو سوي، تي، إلي، أو بيان إلي. طبعا من بعد غنعاودو نشوفو هاد الصرف. إذن هنا سنرى هاد الكلمات في هذا النص. إذن عندنا voici la malle de ma mère، voici la malle de ma mère، صندوق خاص بأمي. voici la malle de ma mère، voici la malle، voici la malle، voici la malle de ma mère، هو صندوق أمي. ثم عندنا voici le petit lit de Mina، 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 هو السرير الصغير الخاص بمينا، هو السرير الصغير الخاص بمينا، voici le petit lit de Mina، voici le petit lit de Mina، de Mina. إذا نتكلم عن سرير لي مينا، سرير لي مينا. ثم عندنا ميكي اي سور، ميكي اي سور. طبعا نتكلم عن القط ميكي اي سور، هو نفسه سور يعني فوق. نتكلم هنا عن اتر ميكي اي، اذا ميكي كما نقول انه كائن، سور لو لي انه فوق السرير دو مينا، فوق سرير مينا. ميكي اي سور لو لي دو مينا، ميكي اي سور لو لي دو مينا. ميكي موجود، ميكي انه كائن، سور لو لي فوق سرير دو مينا الخاص بمينا. ثم ميرو اي مالاد، 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 مالاد، ميرو اي مالاد. اذا نتكلم عن الكلب ميرو، هو كائن مريض. هنا لا نقول عن ميرو بانه كان في الماضي مريض، بل هو الان كائن مريض. ميرو اي مالاد. ثم روني لي، روني لي، روني لي، روني لي. ما معنى لي هنا؟ ما معنى لي؟ كما تنشوفوا الكتابة ديالها بحال هاد الكتابة ديال السرير، بحال كتابة السرير. روني لي، كأننا نقول بأن روني سرير، ولكن في الحقيقة لا، هذا فعل، هذا سي لو فيرب ليغ، هذا سي لو فيرب ليغ، هذا فعل قراءة. طبعا لو فيرب ليغ في الصرف ديالو في البريزون، في الصرف ديالو في البريزون نقول جو لي، انا اقرا. مع جو هاد لي تتاخذ اس، ولكن مع تي، تي لي تتاخذ ايضا اس، ولكن مع ايل، ولكن مع ايل او ال نقول إيلي، 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 إيلي. هو يقرأ، هي تقرأ. جولي أنا أقرأ، تيلي أنت تقرأ أو أنت تقرأين، إيلي هو يقرأ، إيلي هي تقرأ. إذن كما تنشوفوا مع إيل ومع إل هاد لي تتاخد تي، وما تتاخدش أس بحال مع جو أو مع تي. إذن طبعا هاد لي اللي عندنا أنا المقصود بها يقرأ، غونيلي، غوني يقرأ، غوني لي، غوني يقرأ، غوني لي، غوني يقرأ. إذا عندنا هنا لو فيرب ليغ. ثم لا بال دو مينا إي لا، 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 لا بال دو مينا. نتكلم عن كرة مينا، إي يعني كائنة بمعنى آخر أن موجودة. لا هنا كرة مينا، أنها هنا، أنها هنا. لا بال دو مينا إلا، كرة مينا أنها هنا.
إذا نتكلم عن هاد لا ولا نتكلم عن هاد لا. إذا نتكلم عن لا اللي عنده واحد أكسونة المقصود بها هنا كما رأينا لا مير دو روني إلا لا مير دو روني إلا الأم تعود لروني. إذا أم روني إلا أنها هنا أنها هنا. إذا بابا أمي روني إذا الأب أنه وضع روني سور لان على الحمار. بابا أمي روني سور لان إذا بابا وضع روني على الحمار أو فوق الحمار. ثم عندنا لو بير لاف لا موتو لو بير لو بير لاف إذا الأب يغسل يغسل ماذا؟ لا موتو يغسل الدراجة النارية يغسل الدراجة النارية. لو بير لاف هذا لو فيرب لافي لا موتو يغسل الدراجة. الأب يغسل الدراجة النارية. Et enfin, on a ces images comme nous le voyons. Prenons tout d'abord la première. Prenons la première image. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est l'âne. C'est l'âne. Après qui est-ce? Après qui est-ce? Ba'da man yakoun? Qui est-ce? C'est le père. C'est le père. Ou bien le papa. Ou bien c'est le papa. Ou bien c'est le papa. أو أنه الأب. Après qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? C'est la dame. C'est la dame. C'est la dame. Après, qu'est-ce que c'est? Après, qu'est-ce que c'est? بعد ما هذا. Qu'est-ce que c'est? C'est la balle. C'est la balle. C'est la balle. Et enfin, qu'est-ce que c'est? وفنيها يا ما هذا. C'est le lit. C'est le lit. Qu'est-ce que c'est, Mahada? C'est le lit. C'est le lit. Et nous c'est rire. C'est le lit. Et donc, nous disons c'est. طبعاً c'est. Nous disons c'est le lit. Et nous c'est rire. طبعاً c'est. ممكن أننا نقدم بها شخصاً. نقول مثلاً سي نقول مثلا سي مصطفى سي مصطفى إنه مصطفى. إذن طبعا هذا سي تصلح لتقديم الأشياء ولتقديم الأشخاص. إذن نقول سي إنه إنه مصطفى إنه السرير إلى غير ذلك. إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.